توجد كما شاهدتم أشغال الدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية بالتوقيع على 26 اتفاقية ثنائية في مجالات عديدة لا سيما الداخلية، العدل، التجارة والصيد البحري، التعليم العالي والزراعة والأشغال العمومية والتكوين المهني. فضلاً عن محضر الدورة الذي يرسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة، كما أود أن أشير بإيجاز قبل أن أختتم هذه الكلمة إلى الاتفاقات الهامة التي تمخضت عن أشغال هذه الدورة لا سيما في المجالات الأمنية، أين جدد البلدان عزمهما على تعزيز التعاون من أجل مجاهدة التحديات المشتركة، وفي مجال الطاقة كذلك التي تتوفر فيها الجزائر على قدرات هامة وخبرة واسعة ستتقاسمها بالتأكيد لمرافقة موريتانيا الشقيقة فيما هي مقبلة عليه في ميدان استكشاف واستغلال الغاز الطبيعي. وسنعمل سويا وبكل جهد على الرفع من المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي عرفت تحسنا لافتا خلال الفترة الأخيرة بفضل إنشاء المعبر الحدودي وافتتاح خط البحر بين البلدين، دون أن ننسى المشروع الاستراتيجي الهام المرتقب والمتمثل في الطريق الرابط بين الجزائر بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، والذي سيكون على حق رواقا اقتصاديا كفيلا بتنشيط الحركية الاقتصادية بين البلدين وفي المنطقة برمتها. الدورة تمثل فعالية السلطية طموح ناجح حاليا من ناحية كم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللي تم توقيعها الآن، كانت شديرة بالذكر، كانت كذلك ناجحة من أجل الكيف اللي كانت اتفاقيات ومذكرات التفاهم تمس جميع القطاعات، القطاعات الحيوية الاقتصادية الاجتماعية، قطاعات الاستثمار، وكانت تؤسس على صدقية العلاقة الأخوية بين موريتانيا والجزائر.